طبعا احنا حبينا اليوم نفاجئك، في كان معك في مداخله مهمه من فنان رائع جدا ويمدح فيك ويمدح بصوتك معانا. الو، السلام عليكم ورحمه الو، طيب يبدو هو الاتصال كان سكايب، والسكايب احنا عارفين اتصال هاتفي عادي، فيبدو في مشكلة في الخطوط. على بال ما الشباب في الكنترول يجهزوا الاتصال، خلينا أسألك على اقتحامك لربما يعني مرحلة جديدة. أنت تقف الآن على أعتاب مرحلة جديدة وهي الدراما، وهذا شيء جميل يعني في الفترة الأخيرة. خلينا أسألك، بعد ما بدأت يعني قربت، هل وجدت نفسك في الدراما؟ وجدت نفسك كممثل؟ والله أنا هي محاولة، أنا ما بقولش إنني أمثل، ولكن هي محاولة، ومش عيب إن الإنسان يحاول ويجرب. جميل. أي شيء بجرب في التمثيل. أنا كانت عندي هواية من وأنا صغير في المدرسة، يعني إنني أقوم نفعل المسرح ونمثل ونضحك. طالما هل الهواية معناته بتكون كذا إن شاء الله. أنت الآن من خلال بروفات أعمال قد عملتها، مشاهد قد صورتها أيضا لعمل قادم على قناة يمن شباب، هل يعني هل وجدت مشروع الممثل موجود على الأقل حتى الحد الذي يبنى عليه يعني في المستقبل؟ والله إن شاء الله. أنا بين أشوف يعني كثير من الزملاء قالوا لي كويس تمام، يعني كبداية حلو، بس بجرب عادي، اول محاوله لي يعني. الكل مشتاقين ومتعطشين يعني انه نشوفك في عمل درامي. انا متاكده متاكده جدا انك تكون مبدع، لانه تعودنا نراك بقالب معين، صلاح الاخفش الفنان، فان نراك في مجال جديد شيء بالنسبه لنا جميل. يعني انا شخصيا مجال فني، انا شخصيا منتظر اشوف كل مجال فني عندما يعني تندمج او تجتمع الدراما بالفن. طيب مزيج رائع. معنا على التليفون الفنان الرائع، فنان بالفعل بحق وطن، حسين محب. مساء الخير. مساء الخير والمحبة والوئام، مساء النور والبهجة والسرور. عيدك مبارك وكل عام وانت بألف خير. كل عام وانتم بصحة وسلامة، وعساكم من عوادة إن شاء الله تكون لمة حبايب دائمة، بس في حال أفضل من هذا الحال إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طبعا حسين معانا، صلاح الأخفش في الاستديو. أكيد أكيد حبيب قلبي صلاح. حياك حبيب قلبي. هو نجم لمة حبايب منذ بداية أول يوم في العيد، وكنا سعداء جدا أنك تشاركنا هذه اللمة. يعني مش نجم بس لمة حبايب، هذا نجم الشباب، نجم لامع وله مستقبل زاهر، والذي يعجبني فيه يعني أكثر من ميزة، يعني أولاً لأنه ينتمي إلى أسرة يعني عريقة فنية كبيرة، وثانياً إلى أنه يعني فنان ذو إحساس صادق، يعني يقول الكلمة بصدق وإحساس صادق. والأشياء التي أنا دائماً يعني يعجبني فيه عفويته، يعني اتمنى انه يحافظ على هذا الـ على هذا الـ 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 الطبع الذي فيه دائما العفوي الـ الصادق من داخله، يعني بدون تصنع بدون شيء. فيعني اتمنى له التوفيق والنجاح. هذا حبيب قلبي صراحه. يعني حبيبي يا حسين، والله اسعدتني باتصالك هذا ومشاركتك هذه، اسعدتني جدا. طيب حسين، جلسنا طبعا انا وصلاح مش كثير، وانما يعني مجرد ما جلست معه مثلا جلسنا في صنعاء يعني عده جلسات كذا. نعم. يعني ما مش كثيره، وانما وكأن احنا نتعارف من ايام الطفوله يعني. نعم. انتم نعم. الاثنين قريبين من قلوب الناس، و صلاح عفويته وبساطته هي الذي وصلته الى قلوب الناس بسرعه. نعم. وعلى البساطه هي اقرب وسيله لقلوب الناس. زي ما وصل حسين محب في بدايه مشواره الفني، دخل القلوب بدون استئذان بالصوت الجميل، بالاغاني المختاره
مش أي أغنية يغنيها حسين محب، وهذا معروف. دائما أنت ذكي جدا في اختيارك للأغاني والألحان يا حسين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. دائما يعني يسعى واحد ويجتهد، ودائما يعني يظل وراء الحلم الذي يحلم به، وكل ما وصل إلى حلم يعني شاف أحلام أخرى وطموحات أخرى. وصراحة يعني هذه الليلة أنا ما أريد أتكلم عن نفسي، إحنا نتكلم على الحبيب الغالي نجد صلاح. بنتكلم طبعا على صلاح ونجم هذه الليلة. أخبارك يا حسين، لكن شي نسمع أخبارك نعرف بوقف قضية العيد. إيش يعني إيش آخر عمل بينزل لك؟ إلى فين وصلت مع الأستاذ أحمد فتحي؟ بنتكلم على هذه المواضيع كلها إن شاء الله. طبعا من ناحية أنه كيف بنقضي العيد، على ما أعتقد أنه هذا العيد في الوطن العربي والإسلامي بشكل عام يمكن قضوه نفس السيستم، نفس الطابع، نفس الطقوس الذي عاشوها يعني الذي عندنا عندكم يعني حاجة يعني عيد يعني بالكلمة يعني، وعيد فرحنا به. طبعا قد قربوا البعيد بالتكنولوجيا، يعني أصبحنا نتراسل ونتكلم عبر الهواتف، وإنما يعني طبعا نتمنى أنه يصلح الله الحال وترجع على الأعياد الحقيقية الذي معتاد عليها المسلمين كافة. ومن ناحية أعمالي، طبعا الأستاذ أحمد فتحي طبعا اشتغلت معه عمل ووعدني بأعمال أخرى، وفي أعمال قادمة إن شاء الله مع الدكتور عبد الرب دريس، في معايا منه عملين، وفي أعمال يعني من الشباب الذي يستحقوا كل الاحترام الصراحة. يعني الشباب عندنا في صنعاء منهم الشعراء والملحنين الصراحة مبدعين، توجه لهم بالتحية وأشد على أيديهم بحيث أنهم يستمروا في هذا الإبداع. وطبعا من الملحنين الكبار والشعراء الكبار، طبعا في عمل بينزل قريب، أعمال بتنزل من كلمات الأستاذ عباس الديلمي، وفي كلمات وألحان من الأستاذ عبد الباسط الحارثي، وفي لحن لأبو طارق أخي. نتمنى أيضا لو نراكم في عمل مشترك قريب أنت أنت وصلاح. باجي لك في الخط خلينا انت فتحت الموضوع. طيب تفضل. طبعا في عمل بينزل قريب ان شاء الله من الحان فكره والحان اخي وصديقي حمود السمه، وفي اعمال برضو يعني من اعمالي انا والحاني. ومن ناحيه الاخ صلاح، طبعا انا توعدت انا وياه وعاد اول ما جاء القاهره وانا كنت في دبي، فتواصلنا وكنا على اتفاق يعني وما زلنا على اتفاق انه ارجع القاهره ان شاء الله ونشتغل عمل مع بعض باذن الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله على كلمتي. وان شاء الله تعالى ان شاء الله، انه المشكله انه انا جيت القاهره وهو سافر الاردن يعني، و وهكذا حصلت الامور يعني. هنا نسأل الله أنه ترفع هذه الغمة وأنه تعدي الأزمة هذه بسلام، لتعود مشاريعكم هذه ترى النور من جديد. ونحن سعداء جدا بهذه المداخلة، سعداء جدا بأن نسمع صوتك في هذه الليلة العيدية الرائعة في لمة حبايب. وكما قلت سابقا أنت تختار أعمالك بعناية، وبالتالي أتوقع أن نرى لك أعمال قادمة رائعة إن شاء الله. طبعا الأستاذ نجيب هي أكثر حد عارف يعني، كأستاذي الله يرحمه الأستاذ القدير الله يرحمه ويغفر له الأستاذ إبراهيم حسين، هذا يعني أنا أعتبر أنا تخرجت من جامعة من خلال جلستي معه وتعلمت منها الكثير والكثير، الله يرحمه ويغفر له. وطبعا يعني لا ننسى الفضل لمن يعني وجهونا ونصحونا من الفنانين ومن الشعراء ومن الأدباء، يعني بلادنا غنية جدا 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 بالفعل.
سعداء جدا بهذه المداخلة أخي حسين محب، أشكرك شكرا جزيلا، أتمنى أن نراك قريبا يعني على شاشة قناة يمن شباب. تحياتي لك ولكل الموجودين الآن في القاهرة، من يعني سواء العالقين في القاهرة أو المقيمين فيها أو العالقين والمقيمين، قدم خيرات. صحيح والله. ان شاء الله ان شاء الله نشوفك انت وصلاح بعمل مشترك يا حسين ان شاء الله. ان شاء الله. هذا انا طبعا من خلال ما شفت فيديو رسله لي اكثر من صديق واكثر من صاحب، رساله بيوجهها الحبيب والنجم صلاح الاخ فشت لحسين محب، انه يعني عمل مع بعض. قلنا هذا الموضوع من قبل السؤال، يعني شرف وسعاده ان احنا نقدم رساله ساميه، ورساله الفن هي رساله عميقه جدا ورساله كبيره. واهم شيء الان مطلوب منك تقدمه انك من خلال هذا الفن تهون على العالقين في القاهره، يعني تعمل جهدك. الحمد لله انا عملت امس بث مباشر على هذا الاساس عشان ما يحسوش انهم غرب، يعني يحسوا انهم في جو يمني يعني بوجودك. ويوم العيد، يوم العيد عملنا بث مباشر نعايد الناس وكذا، فكانت ردة فعلهم جميله جدا واسعدتني بشكل كبير. جميل. انه شاركناهم يعني في هذا الوضع الذي هم فيه. جميل، اشكرك شكرا جزيلا اخي الكريم. اتمنى أنا اشكركم جزيل الشكر واشكر النجم الجميل صلاح حبيب قلبي، وانا سعيد جدا بمشاركتك معنا في السهره هذه. يعني خذ بالك من نفسك وخليك حريص من نفسك على نفسك، وانطلق كما انت عفوي، كما انت كذا محبوب بين الناس والمستقبل امامك، وانطلق انطلق انطلق حبيبي حبيبي. إن شاء الله إن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع.